خلينا نبدا يا شباب بجزء البروبلمز. اول بروبلم طبعا كل البروبلمز اللي جايه دي عايزين فيها الار ايكويفالنت. نفتكر كده الرولز مع بعض. قلنا لو انا عندي سلك فاضي كده وانا سميت النقطه دي 1 وده سلك فاضي، طول ما انت ماشي في السلك الفاضي النقط دي كلها اسمها 1 1 1 1 1 وهكذا. طب لو انا دلوقتي كان في ريزيستنس، كان في باتري، لو انت سميت دي 1 ولقيت ريزيستنس تغير الاسم تخليها 2، لو انت سميت دي 1 قابلت باتري تغير الاسم تخلي دي 2. اتفقنا؟ يبقى نغير الاسم لما بنعدي على كومبوننت. تعال بقى نبدا مع بعض كده. اول رول اتفقنا عليها لو في سيريس نخلصه، تاني رول الاولويه للسلك الفاضي، تالت رول بعد كده بنحط النقط ونشوف مين نفس البدايه نفس النهايه. يلا، هل في سيريس قدامك؟ هل في كذا ريزيستنس بيعدي فيهم نفس الكرنت؟ لو جينا بصينا كده الكرنت لو داخل من هنا او حتى انت خليه داخل من هنا مش فارقه، لو هو داخل من هنا النقطه دي هيتقسم، حبه يخشوا كده ويوصلوا لحد هنا وحبه يخشوا كده ويوصلوا لحد هنا. فواضح ان اللي عدى على السته هو عدى على الثلاثه، هو اللي عدى على الثلاثه، فاكيد الثلاثه دول ايه؟ سيريس. يبقى ممكن ارسمها تاني، هنا في اربعه وعندي تحت كام بقى؟ ها 3 و3 و6 كلهم سيريس، نجمعهم يبقى 12. طيب وفوق واضح جدا ان الثلاثه والسته دول بارلل لبعض، يبقى 3 و6 ناخدهم بارلل، برودكت على الصم 6 في 3 على 6 زي 3 تدي لك 2. يبقى عندي هنا 4 وجنبيها كام؟ وجنبيها 2. طيب نكمل، ايه علاقه الاربعه بالاثنين؟ سيريس، يبقى 6 نمسحهم ونكتب مكانها 6. ايه علاقه ال 6 بال 12؟ بارلل، يبقى 6 في 12 على 6 بلس 12 تطلع معاك كام؟ 4. يبقى نمسحهم خالص ونرسم مكانهم واحده في 4. خلاص بقى واضح قوي ان دول ايه؟ سيريس. يبقى الار ايكويفالنت ب 8. يبقى انا هنا الار ايكويفالنت ايكوال 8. نيجي اللي بعده نفس الكلام، لما نلاقي سيركت بالمنظر ده بنبدا من الناحيه الاخيره، الناحيه الثانيه، الناحيه البعيده مش الناحيه الاوبن دي. اوكي، هنا الباتري ايه؟ نبدا من الناحيه الثانيه وتبدا تشوف برضو لو في سيريس نخلصه الاول، نبدا نحط النقط والاولويه للسلك الفاضي زي ما اتفقنا. يلا بينا، الكرنت مشي كده، جه عند النقطه دي وهيتقسم، حبه يخشوا هنا مشوا في ال 40، هم اللي في ال 20، هم اللي في ال 40، يبقى واضح ان الثلاثه دول ايه؟ سيريس. يبقى انا لما اجي ارسمها ثاني عندي هنا 40 وعندي هنا 25 وعندي هناك بقى كام؟ ما انا هاخد ال 40 وال 20 وال 40 سيريس كلهم بلس يبقى 100. وفينا كام؟ 40 تاني. طيب عايز تحط النقط حط النقط، مش عايز وشايف بنفسك ان الاثنين دول بارل مفيش مشكله، صح برضو حط دي 1. هعدي على ريزيستنس اغير الاسم. انزل تحت ولا اخش يمين؟ لازم امشي في الفاضي فاخش يمين دي 2. هعدي على ريزيستنس سواء من هنا او من هنا براحتك تماما، هنزل مثلا من هنا تبقى دي 3، خلاص سلك فاضي تبقى دي 3، ريزيستنس تبقى دي 4. واضح ان ال 100 اولها 2 واخرها 3 وال 25 اولها 2 واخرها 3 تحسبهم بارلل برودكت على الصم 100 في 25 على 100 زي 25 هيطلع معاك، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 20. يبقى مسحت الاثنين ورسمت الايكويفلنت بتاعهم اللي هو ال 20 مكان واحده فيهم، انا اخترت المكان اللي هناك ده. خلاص بقى واضح جدا ان الاربعه دول ايه؟ سوري الثلاثه دول ايه؟ ال 40 وال 20 وال 40، واضح ان هم سيريس لان الكرنت لما يمشي هيمشي كده. خلاص ما فيش مكان هيتقسم فيه ولا حاجه، ما فيش فروع. يبقى كلهم سيريس، يبقى 40 و40 و20، يبقى الار ايكويفلنت بكام؟ يبقى الار ايكويفلنت ب 100. سؤال رقم ثلاثة، الباتري برضو اهي الكرنت خارج كده عدى على الأربعة، خلاص جه عند النقطة دي هيتقسم، حبة يخشوا هنا ويطلعوا كده وبعد كده يوصلوا للنقطة دي وحبة يطلعوا كده وينزلوا تاني. دي أصلا شبه أول سؤال حليناه، واضح جدا إن الستة والتلاتة والتلاتة دول إيه؟ سيريس. يبقى أنا عندي هنا أربعة وبعد كده عندي الكرنت اتقسم، ستة وتلاتة وتلاتة كلهم معدي فيهم نفس الاي، يعني التلاتة سيريس، ستة وتلاتة وتلاتة 12، يبقى نرسم واحدة ب 12. طب وفوق التلاتة والستة دول ايه؟ بارل مع بعض، الايكويفالنت بتاعهم بكام؟ ب 2 اوم، وفي جنبهم أربعة، يبقى هرسم إن في أربعة
وفي الاثنين اللي هي الايكويفالنت بتاع الستة والتلاتة، ونبدأ نقفل السيركت ونرجع تاني. واضح بقى خلاص تاني ان الاربعة والاثنين ايه سيريس، يبقى ستة، الستة بارل مع الاتناشر يبقى اربعة، اربعة واربعة سيريس يبقى تمانية. عشان ما تقوليش انت كرويت اهو، اربعة واثنين ستة، هرسم مكانهم ستة. طيب والستة والاتناشر دول مع بعض ايه بارل، على الكالكوليتور هكتب ستة في اتناشر على ستة زائد اتناشر هيطلع اربعة، همسحهم واكتب مكانهم كام؟ اربعة. اربعة واربعة ايه سيريس يبقى تمانية. خش على السؤال اللي بعده. الكرنت هيخرج من البوزيتيف، جه عند النقطة دي لقى قدامه كام طريق؟ تلاتة. نزل حبة هنا، دخل حبة هنا، طلع حبة هنا. بص على الحبة اللي دخلوا دول، هيعدي على الون، هو اللي هيعدي على التو، هو اللي هيعدي على الثري. فواضح ان التلاتة دول ايه؟ سيريس. فانا لما هاجي ارسم السيركت تاني هقول ان انا فوق عندي 10، وفي النص عندي الباتري، تحت عندي 7، هنا عندي 6، ولميت التلاتة دول مع بعض بكام؟ 1 و 2 3، 3 و 3 6، يبقى انا عندي هنا كام؟ ريزيستنس ب 6. بس ابدا احط النقط بقى. هبدا مثلا من هنا 1 سلك فاضي، 1 سلك فاضي، 1. طول ما انا ماشي في السلك الفاضي انا نفس الاسم، لما اعدي على حاجه يعني ريزيستنس او باتري اغير الاسم. فهعدي على 7 يبقى النقطه دي اسمها ايه؟ 2. اطلع فوق ولا اخش يمين؟ لازم تخش يمين، لازم تمشي في الفاضي، يبقى دي اسمها 2. طب اطلع ازاي؟ اطلع من هنا، اطلع من هنا، امشي كده براحتك كله صح. هطلع فوق مثلا من هنا، هعدي على ريزيستنس اغير الاسم بقى اسمها 3، سلك فاضي بقى اسمها 3، سلك فاضي بقى اسمها 3، وابدا الاحظ بقى مين سيم ستارت سيم اند. هتلاقي عندك مثلا دي اولها 1 واخرها 3. طيب هل في حاجه ثانيه؟ هل في ريزيستنس ثانيه اولها 1 واخرها 3؟ دي 1 2 لا مش نافع. طب دي 2 3، دي 2 3. اه لقيت نفسك بتكرر نفس الاسم اصلا، 2 3 2 3، يبقى الاثنين دول ايه؟ بارلل. 6 في 3 6 في 6 سوري على 6 بلس 6 هيطلع لك كام؟ 3. اول ثانيه اللي هي الار ايكويفالنت ايكوال ار على ان، اكتب يعني 6 على 2 ب 3. يبقى انا همسح الاثنين دول وهرسم واحده مكانهم بكام؟ ب 3. طيب واضح برضو ان التلاتة والسبعة جنب بعض ولا لا؟ جنب بعض، يعني الكارنت اللي هيخش هنا هو هو اللي مكمل فيهم هما الاتنين ولا لا؟ يبقى الاتنين دول سيريس. يعني 10، همسحهم واكتب ان هنا في مقاومة ب10. طيب دي كان اسمها ايه؟ 1، تبقى دي 1، تبقى دي 1. دي كان اسمها 3، تبقى دي 3، تبقى دي 3. او 2 2 2 غير الاسم براحتك، عيد التسمية من الاول تاني مش مشكلة. المهم انك هتلاحظ ان دي اولها 1 واخرها 3، ودي اولها 1 واخرها 3، يبقى الاثنين بارلل، يبقى 10 في 10 على 10 بلس 10، او ار على ان يعني 10 على الاثنين. الواحده منهم على عددهم، هم كام واحده؟ هم 2. الواحده بكام؟ ب 10. يبقى الار ايكوال ار، ار ايكويفالنت ايكوال ار على ان، والان كام؟ 2. الواحده بكام؟ ب 10، وهم كام؟ 2. يبقى الايكوالنت بكام؟ ب 5. يبقى الايكوالنت النهائي ان هاخد دول بارلل يعني 5، او طبعا برودكت على الصم. سؤال رقم 5، الكرنت خارج من هنا كده عدى على 3.8، وصل لحد هنا واتقسم حبه كده وحبه كده وخلاص، ما فيش بقى فروع تانية. نحط النقط، انا هبدا مثلا من هنا هسمي دي 1، اطلع ولا انزل براحتك، يعني انت تخش فوق تخش شمال براحتك، انا هخش شمال كده. نفس الاسم سلك فاضي، نفس الاسم سلك فاضي، نفس الاسم سلك فاضي. اه هعدي على الثلاثة اغير الاسم بقى اسمها 2. طب ودي هسميها 2 3 عشان عدتها ريسنس، ولا دي اصلا اسمها 1 عشان برضو ده سلك فاضي؟ يبقى ال1 تبقى دي 1، ويبقى كل السلوك الفاضي اسمها ايه؟ 1. هتلاقي ان ال2 اولها 1 واخرها 2، وال3 اولها 1 واخرها 2. في اللي يقول لك ايه دي اولها 1 واخرها 2، انما دي اولها 2 اخرها 1. لا مش كده، مش مهم انت بتقراها من اليمين ولا الشمال، المهم ان هي يعني ما بين نفس النقطتين، ما بين نفس التيرمينالز، دي ما بين ال1 وال2 ودي ما بين ال1 وال2. خلاص ناخدهم ايه؟ ناخدهم بارل. يبقى اول حاجه الار ايكويفالنت الاولانيه 3 في 2 على 3 بلس 2، وتشوف على الكالكوليتر هيطلع كام؟ هيطلع 6 على 5 يعني 1.2. طب انا همسحهم هما الاثنين
وارسم الايكويفالنت مكان واحده فيهم، هرسمها مثلا مكان الثلاثه، يبقى عندي 1.2 وهنا في كام؟ باين 3.8 اهي، والباتري بس كده خلاص. يبقى واضح ان 3.8 و1.2 دول ايه؟ سيريس. يبقى 3.8 و1.2 كده بقى كام؟ 5. يبقى الار ايكويفالنت هنا ب5. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، عايز الايكويفالنت ريزيستنس وين ذا سويتش از اوبن وين ذا سويتش از كلوزد. تعال نحل الاول وهو اوبن. معلش انا هبدا بنمبر بي يا جماعه، هبدا الاول بان هو اوبن عشان الغي الفرع خالص. وهو اوبن انا همسح كل ده، مش عايزه ولا اكني شايفه، ما هو اوبن بقى خلاص. يبقى الفرع اللي على اليمين ده مش موجود اصلا. طيب ايه كمان؟ واضح ان ال2 وال4 دول ايه؟ سيريس. ما هو نفس الكارنت اللي معدي هنا هو اللي هيعدي على الاربعه، اللي هيعدي على الاثنين ولا هيعدي على الاربعه، فالاثنين دول سيريس. فانا لما اجي ارسمها هرسمها ازاي؟ فرع هنا ب6 اللي هو الاثنين ولا الاربعه سيريس، 2 بلس 4 6، وفي هناك كام؟ 12، وفي هنا 12. خلاص المساله بقت هبل قوي، بقى واضح ان ال12 وال6 ايه؟ بارلل، ويبقوا مع ال12 دول سيريس. نحسب دول الاول كده، 6 في 12 على 6 زائد 12، برودكت على الصم هيطلع معايا باربعه. همسح دول وارسم مكانهم واحده باربعه. طب ايه علاقه الاربعه بال12؟ سيريس، يبقى 16. يبقى انا حليت دي، الار بتاعتها ايكوال 16. خلاص ماشي. تعالى بقى نقفل السويتش ده اللي هنا اول واحده، اللي هي نمبر ايه، هقفل بقى السويتش. طيب الخمسه والسبعه دول سيريس ب 12، وفي 12 اصلا في الاخر، والاثنين والاربعه ايه؟ سيريس ب 6، وهنا في كام؟ ال 12 برضو. يا مستر انت غيرت في الرسمه شويه. الحاجه المايله دي ممكن تعدلها عادي، اللي عامله كده دي انت عارف ان الخمسه والاربعه اصلا سيريس ب 12، ممكن توقفها كده عادي مفيش مشكله خالص، الحاجه المايله ممكن تعدلها عادي. يلا نحط النقط بقى، هيبقى عندي هنا ايه؟ 1 1 1 1، سلوك فاضيه كلها نفس الاسم. هعدي الناحيه الثانيه 2 2 2، هعدي على ريزنس بقت 3. فواضح جدا ان ال 12 1 و 2 وال 12 1 و 2 وال 6 1 و 2 يبقوا الثلاثه ايه؟ بارل. مستر انا ما كنتش محتاج النقط عشان اعرف ده، صح؟ برضو مش مشكله، احيانا بتكون الرسمه سهله للدرجه ان انت تطلبها واحس بعينيك على طول انهم بارل، خلاص بقى مش لازم احط النقط بقى واقعد اشوف. يبقى دايما انا ممكن استخدم النقط في المساله الرخمه شويه او الكومبلكس كده، محتاجه تتفك متعقده. هكتب بقى الكالكوليتر، 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 1 على 6، هاخد دول بارل. طلع معايا كام؟ 1 على 3. ما تنساش تقلب الانسر، انا اشتغلت بأني قانون؟ اشتغلت بواحد على الار ايكويفالنت ايكوال 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 1 على 6، طلع 1 على 3. انت عايز الار ايكويفالنت ولا 1 على الار ايكويفالنت؟ انت عايز الار ايكويفالنت، يبقى الواحد على الار ايكويفالنت بواحد على 3، يبقى الار ايكويفالنت ب 3. ما تنساش تقلب الانسر. ايه علاقه بقى الثلاثه دي؟ يبقى انا همسح كل ده وهرسم مكانها مكانهم كلهم واحده بس بثلاثة. ايه علاقه الثلاثه بال 12؟ سيريس. يبقى الاجابه في الاخر 15 اوم. نيجي للسؤال 7، واضح ان شكلها معقد، تحط النقط بقى لان مش سهل بعينيك تلاحظ فين البارلل، فابدا حط النقط. ابدا من اي نقطه؟ انا هبدا من عند الباتري، هسمي النقطه دي واحد، امشي يمين ولا شمال براحتك، انا همشي شمال. هعدي على ريزيستنس يبقى النقطه اسمها ايه؟ 2. اخش على الخمسه جوه كده ولا اطلع في الفاضي؟ لازم تطلع في الفاضي، فدي بقى اسمها برضو 2 نفس الاسم. امشي في الخمسه كده ولا امشي في الخمسه كده؟ براحتك تمام اللي انت عايزه، انا همشي مثلا كده، فهسمي 3 عشان عديت على ريزيستنس فلازم اغير الاسم، دي كده اسمها 2، هعدي على ريزيستنس اسمها 3. انزل كده ولا انزل في الفاضي؟ لازم تمشي في الفاضي، يبقى 3. هيبقى لك بقى النقطه اللي في النص دي سميها 4 مثلا. خلاص ابدا ركز كده معايا بقى، فين الريزيستورز اللي سيم ستارت سيم اند، ليهم نفس البدايه ونفس النهايه؟ تعال نشوف. الخمسه 2 3، الخمسه دي 4 3، الخمسه دي 2 4، الخمسه دي 4 3. طب ما لسه من شويه 4 3 صح، يبقى دي اولها 4 واخرها 3. طب ودي اولها 4 واخرها 3، يعني واضح ان الاثنين دول بارلل. سيم ستارت اللي هي 4، سيم اند اللي هي 3، نفس البدايه نفس النهايه.
وبالمقارنة الناحية التانية برضو هتلاقي ايه؟ الخمسة اولها اربعة واخرها اتنين، والخمس دي اولها اربعة واخرها اتنين، يبقى سيم ستارت اللي هي الاربعة، سيم اند اللي هي الاتنين. يبقى انا هاخد الاتنين دول بارلل والاتنين دول بارلل. شكل الرسمة يبقى عامل ازاي؟ يبقى عندي خمسة فوق، وركز بقى معايا في الحتة اللي جاية دي، انا الاتنين دول هقفلهم مقص كده على بعض كأنهم ايه؟ مقص وتقفل كده. فخمسة وخمسة مع بعض يبقوا كام؟ يبقوا 2.5. يبقى عندي هنا 2.5 وهنا 2.5. لما اخدهم بارلل برودكت على الصم او ار على ان ايا كان القانون هتشتغل بيه، هيطلع معاك ايه؟ هيطلع معاك 2.5. خلاص، يبقى انا قفلت الاثنين دول على بعض كده. قلت لك الحاجه المايله ممكن نعدلها عادي، فانا بعد ما خدت دول 5 و5 ب 2.5 هرسمها مستقيمه كده. طيب، ونفس الكلام الناحيه الثانيه هقفلهم على بعض كده، بقى عندي هنا ايه؟ 2.5. بقت المساله سهله خلاص. 2.5 و2.5 يبقى كام؟ 5. دول سيريس، يبقى انا كده هشيل دول وارسم مكانهم واحده في 5. في ناس بقى بتيجي هنا عينيه بتشوف ان الثلاثه دول تحت بعض، يقوم راح رازع ان الثلاثه بارلل. لا، غلط. لما تيجي تحط النقط كده هتلاحظ ان دي 1 2 2 2 الناحيه الثانيه 3 3 3. هتلاقي ال5 بتاعتك اللي فوق اولها 2 اخرها 3، وال5 دي اولها 2 اخرها 3، بس 2.5 اولها 2 اخرها 1. فهي مش معاهم، فدول بس اللي بارلل. لما تحسبهم بارلل هيطلع لك 2.5، فهرسم مكانهم مقاومة واحدة ب 2.5. خلاص، وكده بقت الايه؟ بقت العملية سهلة، لان 2.5 و2.5 بخمسة سيريس، يبقى الار ايكويفالنت هنا بخمسة. طيب، هقول لك برضه طريقة تانية عشان حتة الرسم دي احيانا بتضايقك. انا قلت ان الخمسة والخمسة دول ايه؟ بارلل، فالايكويفالنت بتاعهم ب 2.5. انا ممكن ارسمها كده، لان انا قايل لك دايما ومعودك على ايه؟ انك ترسمهم مكان واحدة فيهم، ده كلامي دايما. بص يا سيدي، مش دي 5 و5 والايكويفالنت ب 2.5، انا هرسمها مكان الخمسه دي او الخمسه دي. انا هرسمها مثلا مكان الخمسه اللي فوق اهي 2.5، ونفس الكلام هناك هرسمها برده مكان دي. يعني انت رسمتها بس هتحس ان الشكل رخم بالنسبه لعينيك شويه، يعني هتحسه كده ايه؟ لا، مش اسهل حاجه. عشان كده قلت لك دايما الحاجه المايله بعدلها بخليها في ابسط صوره ممكنه ليها، يبقى سهل عليا ان نشوف انها سيريس. لازم بقى تلاحظ طبعا ان دول سيريس، طالما انت اخترت انك ترسمها كده لازم تلاحظ ان الاثنين دول معدي فيهم نفس الكهرباء، يبقى الاثنين دول سيريس يعني 5. وهترجع بقى تاني ان 5 و5 يبقوا بارلل وهكذا. سؤال رقم 8، نبدا على طول نحط نقط، لان الشكل ده يعني تريكي جدا. ناس كتير بتقول دول ايه؟ بارلل مع بعض، سيريس مع ال 20. لا، تعال نشوف بقى. هبدا مثلا من هنا هسمي دي 1. في سلوك كتير فاضيه، خلاص تعالى نقسم منها كلها. يبقى دي برده 1 دي 1 دي 1، لان كل دي سلوك فاضيه، وده سلك فاضي 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1. هعدي على ريزيستنس اغير الاسم، يبقى دي اسمها 2، يبقى دي اسمها 2، يبقى دي اسمها 2. هتلاقي عندك ان ال10 دي اولها 1 واخرها 2، وال10 اولها 1 واخرها 2، وال20 اولها 1 واخرها 2. يا مستر، لا، دي اولها 2 واخرها 1. قلت لك مهم ان هي نفس النقطتين. يبقى واضح ان ال10 وال10 وال20 سيم ستارت اللي هي 1، سيم اند اللي هي 2، يبقوا الثلاثه بارلل. تعال نحسبها على الكالكوليتر كده، 1 على 10 زائد 1 على 20، سوري، 1 على 10 زائد 1 على 10 بلس 1 اوفر 20، هيطلع معايا 1 اوفر 4. بس اقلب الانسر، يبقى الار ايكويفالنت هنا بكام يا شباب؟ ب 4، لان انا اشتغلت بقى قانون ال1 اوفر، فلازم اقلب في الاخر. يلا نمبر 9، نبدا نحط النقط برضو. هسمي دي 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1. طول ما انا ماشي في السلك الفاضي انا نفس الاسم. هبدا انزل، هسمي دي 2 هسمي دي 2 هسمي دي 2. هطلع فوق على الريسنس دي هسمي دي ايه؟ 3. وابدا الاحظ سيم ستارت سيم اند. يلا، مين سيم ستارت سيم اند؟ هتلاقي مبدئيا كده عندك 30 1 2 وال70 اولها 1 واخرها 2، فواضح ان الاثنين دول برضو ايه؟ بارل، هناخدهم بارل. طيب، وال30 دي اولها 1 واخرها 3، وال6 اولها 1 واخرها 3، يعني الاثنين دول سيم ستارت سيم اند، هاخدهم بارل. بالمقارنه الناحيه الثانيه، ال80 اولها 3 واخرها 2، وال20 اولها 3 واخرها 2، سيم ستارت سيم اند، يبقى برضو الاثنين دول ايه؟ بارل. تعال بقى نقفل دول على بعض كده، شوف هيدينا كام. برودكت على الصم 70 في 30 على 70 بلس 30 هيطلع 21.
يبقى انا ممكن ارسمها ان في الاخر عندي هنا 21 اوم اللي هو الايكويفالنت بتاع دول. فعصتهم في بعض كده، خدت الايكويفالنت بتاعهم ورسمته مكان واحده فيهم، همسح الاثنين وارسم ال 21 مكان ال 30 او مكان ال 70. انا رسمتها مكان ال 30 مثلا. طيب ال 30 وال 6 بارل، نحسبها برودكت على الصم. 30 في 6 على 30 بلس 6 طلع معايا كام؟ طلع معايا 5. يبقى انا هرسم ان هنا في 5 رسمتها مكان ال 6. ممكن ارسمها مكان ال 30 بس قلت لك شكلها بالنسبه عليك مش اسهل حاجه، خلي الحاجه ايه في خط مستقيم احسن. ال 80 وال 20 خدهم بارلل، 80 في 20 على 80 بلس 20 طلع معايا 16. هرسمها مكان ال 20 عشان ده الخط المستقيم. يبقى انا عندي هنا 16 خلاص، بقت المساله بقى مش محتاجه النقط تاني خلاص. ها ال 5 وال 16 دول ايه؟ سيريس. يبقى 21 امسحهم وارسم مكانهم واحده بس. بكام؟ ب 21. ايه علاقه ال 21 بال 21؟ بارلل. يبقى 21 على الاثنين ب 10.5 او برودكت على الصم او 1 اوفر، يعني ايا كان الاسلوب اللي هتستخدمه. الثلاث قوانين صح. نيجي للي بعده. الكرنت خارج من هنا كده هيجي عند النقطه دي وهي ايه؟ هيتقسم حبه كده وحبه كده. طب انا مش شايف اي سيريس في الموضوع، تعالى نحط النقط لو شكلها معقد شويه. 1 هعدي على ريزيستنس بقى اسمها 2، هعدي على ريزيستنس بقى اسمها 3. سلك فاضي لازم امشي فيه، مش هينفع امشي كده، لازم تمشي في الفاضي بقى اسمها ايه؟ 3. هعدي الناحيه الثانيه يبقى اسمها 4. نكمل اسمها 5. طيب نبدا نلاحظ كده، هتلاقي ان 9 اولها 4 واخرها 3، وهتلاقي ان 6 اولها 4 واخرها 3، يعني الاثنين دول بارل. فلما نيجي نرسمها هيبقى عندي هنا كام؟ ال 6 اهي في مكانها، وهنا في 24 اهي. 24 لا يا شباب دي 2.4، معلش دي غلطه مطبعيه، دي 2.4 يا جماعه، دي 2.4 مش 24. طيب تعال نكمل. وعندي هنا كام؟ 6. انا بقى هاخد ال 6 وال 9 ايكويفلنت صح؟ بارلل 6 في 9 على 6 زائد 9 طلع معايا كام؟ 3.6. هرسمها مكان واحده فيهم، ممكن ارسمها مكان ال 6 ممكن ارسمها مكان ال 9، انا اسهل لي ارسمها مكان ال 9 خط مستقيم. طلعت 3.6 اتفقنا؟ نبدا بقى نلاحظ كده، هتلاقي ان 2.4 و 3.6 الاثنين معدي فيهم نفس الكرنت اهو. فواضح ان الاثنين دول سيريس. ال 3.6 وال 2.4 يدوني كام؟ يدوني 6. يبقى انا همسح دولت واكتب مكانهم ان انا عندي هنا كام؟ 6 اهي. طيب ايه علاقه ال 6 بال 6؟ الاثنين دول مع بعض كده، الاثنين دول مع بعض بارل. 6 و 6 يديني كام؟ 3. امسحهم واكتب مكانهم واحده ب 3. بقى عندي 6 و 3 علاقتهم ببعض سيريس. يبقى الار ايكويفلنت بكام هنا؟ ب 9. تعال نخش على اللي بعده. دي طويله شويه محتاجه بس ان انت، هي سهله بس طويله شويه، تعال بس نركز فيها كده واحده واحده. تعال نخلص السيريس الاول مع بعض. انا عندي الكرنت لما يجي هنا قدامه كام فرع؟ 5 فروع. ادي فرع 2 3 4 4 5، 5 فروع. تعال نخلص من السيريس. الكرنت اللي هيخش في السته دي هيعدي على السته دي، فواضح ان الاثنين دول ايه؟ سيريس ب 12. لما اجي ارسمها تاني هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الاثنين دول كده، همسحهم وهيبقى عندي مكانهم واحدة بس ب 12 اهي، ب 12 اوم. نبدأ نحط النقط. 1 هطلع فوق تبقى 2 3 4 5 مثلا. هتلاقي ان ال 12 اولها 1 واخرها 2، وال 12 اللي اعلنا الرسمه دي اولها برده 1 واخرها 2 اهو. نفس البدايه نفس الايه؟ نفس النهايه. يعني الاثنين دول مع بعض كده سيري بارل. 12 في 12 على 12 بلس 12 هتديني كام؟ 6. همسحهم برده وارسم الايكويفلنت بتاعهم مكانهم.
خلاص يبقى انا عندي هنا واحده بس بكام؟ واحده بس ب 6. طيب ايه علاقه ال 6 بال 3؟ واضح ان هما الاثنين نفس الايه؟ نفس الكرنت، فالاثنين ايه؟ سيريس. يبقى 3 بلس 6، سيبك بقى من النقط دي خالص، خلاص سيبك منها دلوقتي. يبقى ال 6 وال 3 دول ايه؟ سيريس ب 9. هقوم راح شايلهم برضو، هشيل ال 3 دي، او ممكن نشيل ماشي نشيل ال 3 ودي ما بقتش 6 بقى، بقت 9 خلاص. يبقى انا رسمت سلك فاضي اهو هنا، وال 3 وال 6 اللي كانوا هنا بقوا كام؟ بقوا 9. طيب يلا نحط النقط، يمكن نستفيد حاجه لو احنا مش شايفينها. 1 هطلع فوق بقى اسمها 2، سلك فاضي بقى اسمها 2، وهكذا 3 وهكذا 4. ماشي اوكي، عشان انا عديت على ايه؟ على ريزيستنس. بص كده هتلاقي ال 9 اولها 1 واخرها 2، وال 4 ونص اولها 1 واخرها 2. يبقى الاثنين دول ايه؟ بارل. يبقى الاثنين دول كده مع بعض بارل. هحسبهم بارل على الكالكليتر، وهكتب الايكويفلنت مكان واحده فيهم. هكتب 9 في 4.5 على 9 بلس 4.5 هيطلع لك 3. طلع لك 3، همسح ال 4.5 دي وهحط الايكويفلنت بتاعهم اللي هو 3 مكان واحده فيهم. انا هختار الخط المستقيم بالنسبه لي اللي هو ده، مش عايز حاجه مايله بتلخبط. طيب واضح برضو، سيبك من النقط بقى خلاص، برضو ملهاش لازمه هنا دلوقتي. واضح جدا ان التلاتة دي بس مش معانا. واضح جدا ان التلاتة والخمسة مع بعض ايه؟ سيريس، نفس الخط اهو، نفس الكهرباء. يبقى تلاتة وخمسة ايه؟ 8. فاهم؟ راح جاي برضو ماسح دي وماسح دي وكاتب مكانهم كام؟ وكاتب مكانهم 8، واقفل ده كده زي ما كان. يبقى انا شلت الاثنين ورسمت الايكويفلنت مكان واحده فيهم. برضو هرجع احط النقط، لو انت مش شايفها دي اسمها 1، تبقى دي اسمها 1. هعدي على الريزنس بقى اسمها 2، هعدي على الريزنس بقى اسمها 3. واضح ان الثمانيه اولها 1 واخرها ايه؟ 2، والثمانيه المايله دي اولها 1 واخرها 2. يبقوا الاثنين مع بعض ايه؟ بارلل. اضمهم بارلل، 8 في 8 على 8 بلس 8 هيطلع كام؟ هيطلع 4. اشيل واحده فيهم واكتب الايكويفلنت مكانهم، همسح مثلا المايله دي، ودي ما بقتش 8، بقت كام خلاص؟ بقت 4. سوري، يبقى دي بقت كام؟ 4. طيب ها، ايه علاقه الاربعه بال 14؟ واضح ان هما نفس الخط ولا لا؟ نفس الخط. يبقى الاثنين دول مع بعض ايه؟ سيريس. 4 و 14 18. ايه علاقه ال 18 بال 9؟ هتلاقيهم بارل. يبقى انا الرسمه النهائيه خالص ان عندي فرع فوق ب 18 اللي هو ال 4 وال 14 سيريس مع بعض، نفس الكرنت ماشي فيهم. وتحت عندي ال 9، هتاخدهم بارل 18 في 9 على 18 بلس 9 طلع معايا 6. يبقى الار ايكويفلنت يا شباب ب 6. تعالوا نشوف رقم 12. نبدا كده بالنقط، هحط هنا 1، هعدي على ريزيستنس بقى اسمها 2. انزل كده ولا اكمل؟ لازم تكمل في الفاضي. يبقى ده اسمه 2، يبقى ده اسمه 2، يبقى ده اسمه 2، يبقى ده اسمه 2. ما هو كل دي سوق فاضيه فلازم تكمل في الفاضي. عديت على ريزيستنس بقى اسمها ايه؟ 3. عديت على ريزيستنس بقى اسمها ايه؟ 4. واتفقنا ان الريزيستنس اللي اولها زي اخرها نفس الاسم بتتلغي. ال 100 دي اولها 2 اخرها 2 شيلها، ال 100 اولها 2 اخرها 2 شيلها، ال 100 اولها 2 اخرها 2 شيلها. يعني شكل الرسم عامل ازاي؟ شكل الرسم عامل كده، عندي 10 اوم هنا، وقلنا بقى المايل هنعدله، اتفقنا؟ يبقى هنا في كام؟ 5. ال 60 دي بقى هعدلها كده، فاكر عندي 20 وشكرا. ايه اللي حصل؟ كل ده اتلغى. يعني بص لما اجي اقول لك ايه، اكنك لو انت متلخبط هجيب لك سلك ابيض كده اهو، او واير قلم ابيض، واشيل لك ايه؟ كل دول اهو. ما هو نفس البدايه نفس النهايه، يتلغوا اهو، شالوا خالص. خلاص كده بقى شكل الرسم عامل كده.
واضح جدا بقى ان ايه ال 60 اولها 2 واخرها 3 وال 20 اولها 2 واخرها 3 يبقى الاثنين دول مع بعض ايه بارلل. نحسبهم بارلل يبقى 60 في 20 على 60 بلس 20 هيطلع معايا 15. همسحهم هما الاثنين وارسم الايكويفالنت مكان واحده فيهم اللي هي كام اللي هي 15. يبقى هشيل دول وارسم مكانهم واحده ب 15 اهو. يبقى ال10 وال15 وال5 واضح ان هما ايه سيريس. يبقى الار ايكويفالنت كام هنا ب 30. نيجي على رقم 13 نبدا نحط نقط. يلا هبدا مثلا من هنا بقى اسمها 1 عدت على ريزنس بقى اسمها 2 عدت على ريزنس بقى اسمها ايه 3 سلك فاضي لازم تنزل فيه 3 سلك فاضي 3 سلك فاضي 3 عدت الناحيه الثانيه 4 عشان عديت على ريزنس فغيرت الاسم لقيت سلك فاضي يبقى 4 برضو. طيب اللي اوله زي اخره بنشيله الواحد دي اولها 3 واخرها 3 تلغيها. يعني في سلك فاضي بارلل ليها ما هو اولها بقى زي اخرها عشان في سلك فاضي بارلل ليها والسلك الفاضي لما بارلل لحاجه بيلغيها اسمه جامبر واير قلنا او شورت سيركت فتلغى اصلا. ممكن اجيب قلم ابيض كده واشيل كل دول خلاص مش عايزه كل ده كده يا باشا اتشال مع السلامه. بقى عندك ايه بعد كده؟ بقى عندك الستة والستة 3 اخرها 4 3 اخرها 4 يعني الاثنين دول ايه الاثنين دول بارلل فبقى عندي فوق 2 وفي جنبيها 4. ايه ده في جنبيها 4 طب ما واضح جدا ان هم سيريس يعني خلاص انا هرسمها ب 6 يعني اهو هو نفس الكارنت يا جماعه اهو نفس الكارنت عادي فيهم فانا هكتب كام هنا هكتب فوق 6 خلاص يبقى دي كده بكام 6 اوم. وبعد كده عندي ايه عندي الباتري هنا وانا لميت دول 6 و6 على الكالكليتر 6 في 3 على 6 بلس 3 سوري 6 في 6 على 6 بلس 6 او 6 على 2 هتديني 3 يعني هتاخدهم بارلل هيطلع لك كام 3. واضح جدا ان 6 وال 3 ايه سيريس يبقى الاجابه ايه 9. نمبر 14 شكلها معقد نحط النقط على طول يلا بينا هبدا من هنا 1 عديت على ريزنس يبقى النقطه دي اسمها ايه 2 اكمل في الفاضي 2 اكمل في الفاضي 2 عديت على ريزيستنس بقى اسمها 3 سلك فاضي يبقى اسمها 3 سلك فاضي نفس الاسم نفس الاسم نفس الاسم. طب ما انا هعدي على الاثنين دي بقى اسمها 4 سلك فاضي يبقى اسمها 4 برضو. طيب نبدا بقى نلاحظ سيم ستارت سيم اند يلا بينا. ها في ايه عندنا؟ عندي والله ال 80 4 واخرها 3 وال 20 اولها 4 واخرها 3 يعني واضح ان الاثنين دول كده بارل. طب ال 12 اولها 2 واخرها 4 وال 6 اولها 2 واخرها 4 يبقى الاثنين دول برضو بارل. نقفلهم كده على بعض يبقى شكل الرسمه عامل ازاي؟ شكل الرسمه يبقى كالاتي عندي هنا ريزيستنس ب 2.5 وهنا الباتري وهنا في 15 تمام. وبعد كده بقى ها ال 12 وال 6 دول لما اخدهم بارل هيديني كام؟ 4. فانا عندي هنا 4. طيب ال 20 وال 80 بارل برضو نحسبهم 20 في 80 على 20 بلس 80 طلع 16. طيب انا قلت لك نرسمها مكان واحده فيهم وقلت لك ان الميل بنعدله بس انا هاخدك واحده واحده وهرسمها مايله برضو زي ما هي اهي هرسمها مكان مثلا ال 80 نكمل فوق كده عندنا فوق كام 60 تمام. يبقى ادي ال 2.5 ادي ال 15 اهي ها ال 20 وال 80 اديتني 16 رسمتها مكان ال 80 او مكان ال خليها مكان ال 80 اوكي مايله كده اهي وال 12 وال 6 فعصتهم في بعض بقت 4 اهي تمام. واضح جدا برضو ان الاثنين دول ايه ال 4 وال 16 دول ايه جنب بعض ما هو نفس الكرنت اللي هيخش هنا هيكمل كده يعني الاثنين دول سيريس 4 و 16 20 همسحهم وارسم مكانهم واحده بكام
واحده بس ب 20. ابدا احط النقط تاني معلش. 1 هعدي على ريزنس، 2 سلك فاضي، 2 هعدي على ريزنس، 3 سلك فاضي، 3 سلك فاضي، 3 سلك فاضي، 3 سلك فاضي، 3. هتلاقي ال 60 اولها 2 واخرها 3، وال 20 اولها 2 واخرها 3، وال 15 اولها 2 واخرها 3. يعني الثلاثه دول على بعض كده بارلل مع بعض. الكالكليتر 1 على 15 زائد 1 على 60 زائد 1 على 20 هيطلع لي 1 2 على 15 اقلب الانسر يبقى 15 على 2 7.5. يبقى كل دول على الكالكليتر كده ادوني كام؟ ادوني 7.5. همسح كله وارسمها مكان واحده فيهم. يبقى ادي البتري كان هنا في 2.5، كان في ده هنا كام؟ ال 20 وال 60 وال 15 ادوني مكانهم كام؟ 7.5. يبقى الايكوفلنت بكام؟ يبقى الار ايكوفلنت ايكوال 10. واضح طبعا ان هم سيريس يعني. تعال نخش على اللي بعده رقم 15. لو في سيريس نخلصه. يلا بينا. نبدا منين؟ تعال نشوف. واضح ان الاثنين الثمانيه والسبعه والثلاثه نفس الكرنت. وقلت لك السيريس اشكال ممكن تعملها ازاي عندك في المنظمه صح؟ كان ده من ضمن الاشكال. فالثلاثه دول مع بعض كده سيريس. همسحهم هم الثلاثه وارسمها مكان واحده فيهم. يبقى انا عندي 6 تحت ارسمها بالاسود احسن. 6 اهو اهي. 3 و7 10 و8 18. يبقى انا عندي فرع هنا في 18 وفي 18 واقفه اوريدي اصلا، وفي بعد كده 9 رايحه كده. خلي دي مثلا هنا 18 وفي 9 رايحه هناك كده اهي اهي. طيب واضح ان الخمسه والاربعه دول مع بعض ايه؟ سيريس نفس الكرنت. برده كانت من ضمن اشكال السيريس. يبقى الاربعه والخمسه دول سيريس بتسعه برده، فارسم ان هنا في 9. طب وبعدين؟ في هنا 6 بره ماشي اهي. مستر الفصل ده عادي؟ عادي مش مشكله. انت ممكن تجيبه هنا يا سيدي ولا تزعل نفسك. ممكن تعمل كده اهي وتنزلها كده عادي مش فارقه. دخل يمين شويه برده مش مشكله. يلا نحط النقط كده. انا كده بسطت الاول خلصت السيريس. ابدا احط النقط. 1 هعدي على ريزيستنس بقى اسمها 2، سلك فاضي هنا يبقى اسمها 2، هطلع فوق بقى اسمها 3، سلك فاضي نفس الاسم 3 3 هعدي ريزيستنس اسمها 4. واضح جدا ان ال 18 اولها 2 واخرها 3 صح؟ وال 18 اللي في النص اولها 2 واخرها 3، والتسعه دي اولها 2 واخرها 3، والتسعة دي اولها 2 برضه خيرها ايه؟ يعني عايز اقول لك ان الاربعه دول بارل مع بعض. يبقى 1 على 18 بلس، اكتبها لك احسن عشان ما تتوهش مني. 1 على 18 زائد 1 على 18 زائد 1 على 9 زائد 1 على 9. وما تنساش تعمل ايه؟ تقلب الانسر في الاخر، لان انا مش عايز 1 على الار ايكويفلنت، انا عايز الار ايكويفلنت. يبقى 1 over 18 plus 1 over 18 plus 1 over 9 plus 1 over 9 طلع معايا 1 over 3. يبقى الانسر بكام؟ ب 3. همسح بقى كل دول وارسم مكانهم واحده بس ب 3 اهو. كان عندي هنا 6 وادي الثلاثة اللي انا رسمتها وادي الستة الأخيرة. يبقى 6 وثلاثة وستة. يبقى اللي كله في الآخر كام؟ دول سيريس مع بعض يبقى كله 15. يبقى الآر إيكويفلنت هنا يا شباب إيكوال 15. سؤال 15 طلع برضه الأنسر 15. صدفة ظريفة. نيجي للي بعده. طيب الشكل ده لو جيت تجرب معاه النقط كده هو شكله معقد شوية. لما تيجي تجرب معاه النقط دي اسمها 1 عدد على اساس اسمها 2 3 4 مفيش سيريس ومفيش بارلل اصلا، لان دي السبيشال كيس اللي اتفقنا عليها اللي اسمها ويتستون بريدج. قلنا مش علينا بس لازم تعرفها برضو، مش هتخسرك حاجه انك تعرفها. لما ده ديفايدد ده يكون ايكوال ده ديفايدد ده، الفرع اللي في النص ده بنشيله اصلا بنمسحه. ده بالنسبه لي يا جماعه مش موجود. أو
خلاص شلناه شلناه خالص. طيب وبعدين اعمل ايه؟ يا اما تاخد الاثنين دول سيريس والاثنين دول سيريس مع بعض بارل يعني كده سوري يعني 20 بارل مع 20 خلاص، ما هو 20 فوق 20 تحت يبقى الايكوليم بكام؟ ب 10 صح مش غلط. واحد تاني ممكن يقول لي طب ما انا خلاص ما هو ده ما فيهوش ريزيستنس سوري ما فيهوش كارنت يعني سلك فاضي كده، فدلوقتي لما اجي احط النقط يبقى ده الحل الاولاني طلع كام معانا؟ 10. الحل التاني واحد يعتبره سلك فاضي، ما هو لغاها فحط مكانها سلك فاضي مفيش كارنت ماشي فيها يعني، يعني لو كان في اميتر هيقرا زيرو، لو ده 1 دي تبقى 2 تبقى دي 2 عشان انا لازم امشي في الفاضي تبقى دي 3. فهتلاقي ان دي اولها 1 واخرها 2 ودي اولها 1 واخرها 2 يعني دولت اللي بارل. طب ودول 2 3 2 3 يعني دولت اللي بارل. فهتلاقي في الاخر عندك ايه بقى؟ 10 مع 10 بارل تدي لك 5، 10 مع 10 بارل تدي لك 5، ال5 مع ال5 ايه؟ سيريس تدينا 10 اللي احنا عملناه في الاول. فكل الطرق صح، عايز تاخد الاثنين اللي فوق الاول بارلل بعد كده سوري الاثنين اللي فوق سيريس والاثنين تحت سيريس مع بعض بارلل، او تاخد دول بارلل دول بارلل مع بعض سيريس، الطريقتين صح. تعال نشوف نمبر 17 يلا حط النقط. هبدا عند النقط دي سميها 1، اطلع في ال15 ولا انزل في الفاضي؟ ليكوا زهقتوا بقى خلاص لازم تنزل في الفاضي دي اسمها 1. اطلع كده ولا كده براحتك، انا هطلع مثلا كده بقى اسمها 2، هنزل كده بقى اسمها 3. لما بعدي على ريزيستنس بغير الاسم. طيب يلا نلاحظ بقى ال15 اولها 1 واخرها 2 وال15 اولها 1 واخرها 2، يعني واضح ان الاثنين دول ايه يا شباب؟ بارل مع بعض. خلاص تحسبه مع الكالكوليتور 15 في 15 على 15 بس 15 هيطلع معاك 7.5، او تقول برودكت على السم او ار على ان اللي هي 15 على 2 هيطلع 7.5. همسح دي بقى خالص مبقتش موجوده ولا دي بقى اسمها 15 بقى اسمها كام؟ بقى اسمها 7.5. بقت سهله بقى خلاص ازاي؟ بقى عندي فوق هنا 7.5 جنبيها في 15، جنبيها دي يعني ايه؟ يعني سيريوس، وتحت في كام؟ 15. اهو خلاص كده خلاص يبقى 15 بلس 7.5 15 بلس 7.5 طلعت معايا 22.5. يبقى انا هشيل دول واكتب مكانهم واحده بس ب 22.5. ايه علاقه ال 22.5 بال 15؟ واضح ان هي بارلل، يبقى 22.5 في 15 على 22.5 بلس 15 يطلع الانسر يا شباب 9. يبقى الار ايكويفالنت هنا ب 9. تعال نشوف نمبر 18. دي تيم دي مكونه من ثلاث مسائل ماشي نشوف واحده واحده فيهم. بص يا سيدي اتفقنا لو في سلك فاضي لازم تمشي فيه ولو بارلل لحاجه بنلغيها. يلا انا عارف ان هي واضحه قوي بس واحده واحده عشان انا اصلا عايز احل دي نمبر بي واللي اصعب منها سنه يعني او يلخبط شويه نمبر سي. تعال نشوف دي هسميها 1، امشي يمين ولا اطلع فوق؟ لازم اطلع في الفاضي بالظبط 1 1 وانزل دي 1. طب ما خلاص انت قلت لي يا مستر اللي اوله زي اخره بنشيله، يبقى دي كلها اتشالت. هم اصلا كانوا سيريس على فكره ان ال 8 وال 4 ب 12، فانت في واحده 12 هتلغي اصلا عشان اولها 1 واخرها 1 اتلغت. يعني كارنت هو جاي كده يا شباب هيطلع الكوبري ده سلك فاضي جامبر واير ويكمل، يعني الار ايكويفالنت انا بكام؟ ب 8. مش هيقابل غير ال 8، ما هو طلع من فوق كده كوبري هرب منهم خلاص. يلا اللي بعده هسمي دي 1، اطلع في الفاضي 1، اكمل في الفاضي 1، هنزل 1، امشي براحتك بقى يمين شمال مش مهم انا همشي شمال. هسمي دي 2، هنزل في الفاضي 2، اكمل في الفاضي 2 2، واشوف مين سيم ستارت سيم اند. هتلاقي ال 8 اولها 1 واخرها 2، وهتلاقي ال 4 اولها 1 واخرها 2، وهتلاقي ال 8 اولها 1 واخرها 2، يعني واضح ان الثلاثه ايه؟ بارل. يبقى الار ايكويفالنت عندي هنا سوري بقى 1 على الار ايكويفالنت ايكوال 1 على 8 زائد 1 على 4 بلس 1 على 8، مش كده؟ مش 8 4 صح كده،
واخدهم بارل، 1 على 8 بلس 1 على 4 بلس 1 على 8، هيطلع معايا 1 على 2 1 على 2. انا اكتب بقى الانسر 1 على 2 ولا الار ايكويفالنت ب 2؟ قلت لك ما تنساش تقلب. يبقى الار ايكويفالنت بكام في النهايه؟ يبقى الار ايكويفالنت ب 2. شكرا. نيجي بقى لاخر واحده. ممكن معلش بقى نمسح هنا كده، هكتب بس الانسر هنا، الار ايكويفالنت ايكوال 2. نيجي لاخر واحده، ميكس بقى بين الاثنين كده. يلا هبدا من هنا اسميها 1، هطلع في الفاضي 1، هعدي على الريزيستنس بقى اسمها 2، هنزل تحت بقى اسمها 2، همشي يمين ولا شمال؟ انا همشي شمال، هسميها ايه بقى هنا؟ 3. في سلك فاضي 3، سلك فاضي 3، سلك فاضي 3. لاحظ كده معايا بقى فين سيم ستارت سيم اند. ال 10 دي اولها 1 واخرها 2، ال 8 اولها 1 واخرها 3، ال 4 اولها 2 واخرها 3، ال 4 اولها 2 واخرها 3. يعني قلتها مرتين اهو، يبقى دي اولها 2 واخرها 3 ودي اولها 2 واخرها 3. يبقى واضح ان الاثنين دول بارلل. هنقفلهم بقى على بعض. عايز تتخيل معايا اني بمسك الاربعه دي كده بلمها كده وتبقى مع الاربعه دي، فشكل الرسمه هيبقى عامل ازاي؟ شكل الرسمه هيبقى عامل كده. يبقى عندي هنا 8 وجنبيها 2، جت منين؟ ما هو دي ودي بارلل، بارلل يبقى ب 2، برودكت على الصم هيبقوا 2. ارسمها جنب دي، ارسمها مكان دي، يبقى ايه؟ جنب ال 8. وعندي فوق كام؟ 10. دي يعني ايه اصعب واحده فيهم بصراحه، انك بس محتاج تتخيل فعلا الاربعه دي هتتقفل كده على الاربعه دي، هنفعصهم على بعض. طيب فين بقى؟ ال 8 وال 2 ب 10، خلاص ال 10 من 10 بارلل، يبقى الاجابه في الاخر 5. 10 و 10 يبقى كل مكان 5. ماشي. نمبر 19، نبدا بالبوينتس كده، 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1. هعدي على الريزنس بقى اسمها 2، سلك فاضي اسمها 2 زي الاسم، نفس الاسم. هعدي على الريزنس بقى اسمها ايه؟ 3. وابدا الاحظ سيم ستارت سيم اند موجوده فين. ال 60 دي اولها 1 واخرها 2، وال 60 دي اولها 1 واخرها 2، وال 60 دي اولها 1 واخرها 2. يعني الثلاث ستينات دول بارلل لبعض. على الكالكوليتر هيدي لك 20. يبقى انا عندي 60 فوق، نكمل بقى كده، وعندي 60 مايله كده، وعندي هنا كام؟ 30. ولميت الثلاثه دول مع بعض في كام؟ في 20. خلاص نبدا نحط النقط، سميها 1 1 2 2 3. هتلاقي برضو دي 1 تبقى دي 1 طبعا. هتلاقي 60 و 60 دي اولها، 60 دي اولها 1 واخرها 2، و 60 دي اولها 1 واخرها 2، يبقى الاثنين مع بعض ايه؟ بارل. طيب 60 و 60 تبقى 30، يبقى انا همسحهم هما الاثنين وارسم الايكويفالنت مكان واحده فيهم اللي هي 30. طب ايه علاقه ال 30 دي بال 30 دي؟ سيريس نفس اللاين، يبقى الاجابه كام؟ 60. يبقى عندي الفرع اللي فوق 60 والفرع اللي تحت كام؟ 20. تحسب الايكويفالنت بقى بتاعهم 20 في 60 على 20 بلس 60 يطلع معاك 15. يبقى الار ايكويفالنت يا شباب 15. تعالى نيجي النمبر 20، نبدا برضو بالبوينتس. لو الشكل معقد نبدا بالبوينتس. هبدا مثلا من هنا، هسميها 1 سلك فاضي يبقى اسمها 1 سلك فاضي يبقى اسمها 1. طيب لو قعدنا نكمل برضو مش هوصل لحاجه، مش شايف حاجه سيم ستارت سيم اند، لان في سيريس، قلنا لو في سيريس نخلصه. طب فين السيريس هنا؟ لما الكرنت جه هنا تقسم لفرع واثنين وثلاثة. طب اللي دخل هنا ده مش اللي هيعدي على الاربعه هو اللي هيعدي على الاربعه؟ مظبوط. طب وهنا اللي دخل على الثلاثه هو اللي هيعدي على الثلاثه؟ يعني برضو دول ايه؟ سيريس. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخلي الاربعه والاربعه دول مقاومه واحده ب 8، مقاومه واحده بس ب 8. يبقى انا هشيل دي
يبقى عندي مقاومة 180، والثلاثة والثلاثة نفس الكلام، مقاومة واحدة في ستة. يبقى لما اجي ارسمها كده يبقى ده الشكل. دي بقت بكام؟ دي كانت ب 8، و3 و3 بقت كام؟ دي بقت 6. خلاص نبدأ بقى نحط النقط تاني، نكمل كده. اتفقنا دي 1 تبقى دي برضو 1. لما اعدي على ال 8 يبقى دي اسمها 2، سلك فاضي 2. من هنا لما اعدي على ال 1 اعدي على ال 6 هغير الاسم بقى اسمها 3، تبقى دي برضو 3. خلاص واخر واحده مثلا 4. هتلاحظ بقى ان ال 8 اولها 1 واخرها 2، وال 8 اولها 1 واخرها 2، يعني الاثنين دول مع بعض ايه؟ بارل برضو الناحيه الثانيه. ال 6 اولها 1 واخرها 3، وال 12 اولها 1 واخرها 3، يعني الاثنين دول مع بعض ايه؟ مع بعض بارل. شكل الرسمه بيعمل ازاي؟ هتلاقي عندك هنا 12، هتلاقي عندك 12 و12. طيب وبعدين ال 12 وال 6 نقفلهم على بعض كده يبقى كام؟ ال 12 وال 6 يبقوا 4 اهي. طب وال 8 وال 8 برضو يبقوا كام؟ برضو يبقى 4. خلاص وكده المساله بقت اسهل بكتير. بقى عندك 4 و12 يبقى 16، وال 4 وال 12 يبقى 16، ال 16 مع 16 يبقوا كام؟ يبقوا 8. يبقى انت عندك دول سيريس 16، همسح كده واكتب 16، وهمسح ال 4 وال 12 واكتب مكانها 16. بقى عندي 16 وال 16 ايه؟ بارلل، يبقى الايكويفلنت ايكوال 8 اوم. تعال نشوف 21 برضه مشكلة معقد شوية، نحط النقط على طول. هبدأ من هنا اسميها 1. طيب همشي كده بقى اسمها 2 مثلا. لو مشيت كده بقى اسمها 3. بقى عندي سلك فاضي فهسميها 3. هطلع فوق يبقى اسمها 4 مثلا. وتبدأ تلاحظ مين نفس البداية نفس النهاية، ركز معايا كده هتلاقي إنه ال 12 أولها 1 وآخرها 3. والاربعة اوم دي اولها 1 واخرها 3، يعني الاثنين دول مع بعض ايه؟ بارل. طب والثمانية اولها 4 واخرها 3، وال24 اولها 4 واخرها 3، يعني الاثنين دول برضو بارل. فلما هاجي ارسمها هيبقى عندي بقى كام؟ بص كده هيبقى عندي هنا ايه؟ 4 هنا ايه؟ في حالها، وهنا في 2 3 برضو في حالها اهي. كانت هيخرج من هنا في الاخر. ماشي قفلت دول على بعض، ال 24 وال 8 ناخدهم بارلل، 24 في 8 على 24 بلس 8 هيطلع 6. يبقى انا عندي هنا كده 6، وقفتهم كده مكان ال 8. وال 12 وال 4 نفس الكلام، بارلل 12 في 4 على 12 بلس 4 هيطلع معايا 3. خلاص وفي الاخر كلهم ايه؟ كلهم يتقابلوا في النقطة دي. ايه الوضع بقى دلوقتي؟ ايه علاقة التلاتة بالستة بالتلاتة؟ التلاتة دول مع بعض ايه؟ سيريس، لأن الكرنت لما يجي هنا حبة يخشوا كده وحبة يخشوا كده. اللي هيخش هنا ده هيعدي على التلاتة، هيعدي على الستة، هيعدي على التلاتة ويخرج من هنا. فواضح إن الحبة دول كده سيريس. التلاتة والتلاتة ستة، والستة 12. يبقى عندي في النهاية فرع بأربعة، وفرع بكام؟ ب 12. ايه علاقة ال 4 بال 12؟ بارلل. يبقى 12 في 4 على 12 بلس 4 هيطلع الـ R equivalent equal 3. تعالى نيجي لـ 22. يلا نحط النقط. هسمي مثلا دي 1 سلك فاضي 1، هعدي على الريزستنس يبقى النقطة دي اسمها 2 مثلا. هدخل جوه كده يبقى النقطة دي اسمها، يبقى انا سميت دي 1 وسميت دي 1. لما عديت كده بقى اسمها 2، واللي دي اسميها 3 اللي جوه. نبدا بقى نلاحظ. يلا هتلاقي 6 اولها 1 واخرها 3، والاثنين اولها 1 واخرها 3، يعني واضح ان الاثنين دول مع بعض كده ايه؟ بارلل. طيب ارسمها ازاي دي؟ ال 6 والاثنين مع بعض 6 في 2 على 6 بلس 2 طلع معايا 1.5. هرسمها مكان واحده فيهم، اسهل حاجه العين الخط المستقيم ده مكان ال 6 يعني. يبقى انا هيبقى عندي هنا 1.5، واوريدي عندي 1.5 تانية.
وبره في كام؟ 3. واضح ان 1.5 و 1.5 ب 3 سيريس مع بعض، امسحهم وارسم مكانهم واحده ب 3. ايه علاقه 3 ب 3؟ واضحه جدا ان هم ايه؟ بارل. يبقى الانسر في الاخر 3 في 3 على 3 بلس 3 هيطلع 1.5. او طبعا تاخدهم ايه؟ 1 اوفر، او تاخدها ار على ان، 3 على 2 ب 1.5. تعال نشوف رقم 23. نوعها بقى مختلف شويه، مش عايز اقول ايكويفالنت. بيقول لك ان الايكويفالنت ريزيستنس لكل القصه دي ب 75 اوم. هات لي قيمه الار اللي هناك دي. طيب بص يا سيدي، تعال نحط النقط كده، الار دي والار دي، معلش عشان مش ار واحده، اما اتنين، دي ودي. تعال نحط نقط 1 تبقى دي 2 تبقى دي 2 تبقى دي 2، لان كل دي سلوك فاضيه. لما اعدي الناحيه الثانيه 3 3 3. طيب واضح جدا ان ال 120 بارلل لل 40 بارلل للقصه اللي هنا دي، اللي هي الخمسه، الخمسه والار مع بعض. تعال نخلص من 120 ل 40. 120 في 40 على 120 بلس 40 طلع الانسر معايا ب 30. يبقى الرسمه عامله ازاي؟ عندي هنا كام؟ ار ما اعرفش قيمتها، وعندي هنا كام؟ 30، وعندي هنا كام؟ ار وخمسة متوصلين سيريس، يبقى ار زائد خمسة في براكت لوحدها كده. تمام؟ القصة دي كلها بقى ايكوال 75 اوم، هو اللي قال لي. طب دول مع بعض ايه؟ بارلل. سيريس مع مين؟ سيريس مع دي. يعني ممكن اقول لك ان ال 30 ملتبلاي الار زائد الخمسة ديفايد ال 30 بلس الار بلس ال 5. برودكت عصام ليهم عشان هما بارلل، واللي هيطلع من دول سيريس مع الار. كل ده بكام؟ 75. حضرتك ممكن تقف لحد هنا وتكتب شيفت صدر على الكالكليتر. يلا نجرب. يبقى هكتب 30، بس مش هكتب بقى ار على الكالكليتر، بكتبها اكس اللي هي الفا اكس. طيب بلس 5، نقفل البراكت، على 30 بلس الفا اكس بلس 5. كل ده بلس الفا اكس تاني، اللي هي مين؟ اللي هي الار. يعني القانون اللي عندي هكتبه على الكالكليتور الفا اكس. طب وعلامه الايكوال هعملها ازاي على الكالكليتور؟ بدوس شيفت سولف. يبقى تاني كده 30 في الفا اكس بلس 5 على 30 بلس الفا اكس بلس 5. ماشي، الفا سولف عشان اكتب علامه الايكوال، انا نسيت دي برضو، معلش دي واحده، الفا او بلس الفا اكس الفا سولف عشان اعمل علامه الايكوال، واكتب 75. يبقى انا كتبت شكل المعادله على الكالكليتر. اطلع الانسر ازاي؟ ادوس شيفت سولف، هيطلع لك على طول الار ايكوال 55 من غير بقى اي الجبر. بيبقى انت مساله معقده كده حطها على الكالكوليتر شيفت سولف. تمام؟ اول حاجه بتعملها ايه؟ بتبدا ان انت تكتب الكلام ده، تعمل فراكشن، تكتب 30 تايمز، تفتح براكت. هتكتب حرف الار ازاي؟ هتكتبه، هتدوس الفا ومعاه الزرار اللي مكتوب عليه اكس، اوكي، اللي هو البراكت، زرار البراكت عامل كده، البراكت ده الفا اكس بلس 5. تنزل تحت تكتب 30 زائد حرف الار، هكتبه ازاي؟ هكتبه الفا اكس اللي هو الفا علامه البراكت بلس 5. طيب بلس ار، من ار دي هكتبها ازاي؟ كليتور اكس اللي هي برضو الفا اكس بلس الفا اكس. علامه الايكوال اعملها ازاي؟ الفا سولف اللي هي علامه الايكوال، بعملها ازاي يا شباب؟ بكتب الفا وادوس على الزرار اللي مكتوب عليه كالك، اللي هو مكتوب فوقيه كلمة سولف. بعد كده اكتب الرقم ده 75. كتبت المعادلة على الكالكليتور خلاص، كلها ايه؟ مكتوبة على الكالكليتور زي ما هي قدامك كده. عايز بقى اطلع الار، ادوس ايه؟ ادوس شيفت سولف ايكوال، شيفت سولف ايكوال، هيطلع لك ان الاكس ايكوال 55. يبقى الار 55.
تعالى نيجي ل 24 بيقول لي 4 similar lamps connected by 2 different methods. الـ first method in series والـ second method in parallel. وطالب منك بقى وطبعا بنفس السورس. طالب منك بقى شوية طلبات بقى اللي هو ايه؟ الـ ratio between الـ current والـ power والـ ايه؟ والـ resistance. تعالى نجيب الـ resistance الأول. لو هما الأربعة متوصلين series كده. الـ R equivalent بكامل. الواحدة منهم أصلا بـ R. أنا ما أعرفش قيمتها كام، ممكن أفرضها برقم ممكن. تعالى نتعامل مع أصعب حاجة اللي هي الرموز. R. R و R و R و R 4 R. هم متوصلين سيريس، يبقى دي كده الـ R equivalent في حالة السيريس. طب ولو هم parallel؟ ها؟ R و R و R و R، يبقى الـ R equivalent هنا بكام؟ R على 4. مش كده؟ يبقى كده R equivalent إيه؟ البارلل. يلا بينا، يبقى انا كده عرفت الانسرز بتاعت الار ايكويفالنت. تعالى بقى نجيب الايه الريش اللي هو عايزه. يبقى نمبر هبدا بس النمبر سي عشان انا حسبت الار على طول. يبقى الار بتاعت السيريس ديفايدد الار بتاعت البارلل وهم سيريس كانوا 4 ار وهم بارلل ار على 4. فاكر لما قلت لك تحت اللي تحت بيطلع فوق؟ يبقى الاربعه دي تطلع فوق. 4 في 4 ب 16. 16 ار على ار يعني ايكوال 16. طيب هو مستر برضو كان عايز الريشيو بتوين الكرنس. طب مش الار والاي عكس بعض؟ مش كده؟ يبقى لو كان الريشيو بتاع الار 16 يبقى ريشيو الايات 1 على 16 عكس بعض. يبقى الاي بتاعت السيريس على الاي بتاعت البارل اكيد هتكون مقلوب الكلام ده 1 على 16. طب يا مستر وعايز الريشيو بتوين الباور، هو مش الباور يا شباب بيكوال في في اي؟ وهو قال لك انه نفس الفولت سيم سورس اوف الكتريستي، يبقى الفي ماله؟ مع السلامه. يعني الباور ريشيو هو هو الاي ريشيو. يعني الباور في حاله السيريس على الباور في حاله البارلل برضو ايكوال 1 على 16 برضو. هحسب لك برضو بتاعه الكرنت بطريقه تانية لو انت ما فهمتنيش، لو انا جريت في الحته دي بتاعه الاي هحسبها لك بطريقه تانية. انت خلاص عارف معايا ان الارات الاي ريشيو بتوين الار طلع 16. تعال نجيب كده الاي بتاع السيريس لوحده. مش احنا عارفين ان الاي في على ار يعني في على ار، والار بكام؟ ب 4 ار لان هم سيريس. اركنهولي على جنب. طب وبتاعه البارلل؟ ما هو اي ار في الدنيا برضو في على ار، بس الار بتاعه البارلل كانت ار على 4. يبقى اكتب ار على 4. فاكر لما قلت لك تحت اللي تحت بيطلع فوق؟ يعني الار دي او سوري اسف الاربعه دي تطلع فوق، تبقى 4 ار سوري 4 في على ار. تعرف بقى تعمل ريشيو بينهم؟ يبقى اقول اي السيريس على اي البارلل ايكوال في ديفايدد 4 ار. انا بقى بتلخبط لما يبقى عندي فراكشن على فراكشن، بتلخبط بعمل ايه؟ بعمل تايمز، ده اللي بعرف اعمله، واشقلب دول. يعني انا مش عارف اعمل دلوقتي فراكشن ديفايدد فراكشن، فهعمل الفراكشن الاولاني اكتبه زي ما هو. بدل ما اعمل ديفايدد واكتب الكلام ده واتلخبط، لا يا عم مش مستاهل، بس السؤال سهل مش لازم يضيع مني. هعمل ملتبلاي واشقلب الكلام ده، يبقى ار على 4 في. بسيطه، تبدا بقى تكنسل عادي الفي مع الفي والار مع الار، هيبقى عندك 1 على 4 تايم 1 على 4 يعني فعلا ايكوال 1 على 16 زي ما جبناها من شويه. انا هفضل انك تعرف الطريقه الاولانيه. ليه؟ الطريقه الاولانيه طريقه طالب لماح، لقط على طول الار جبتها خلاص. طب ما الاي عكس الار فيقلبها، والباور ما هو هو نفس الفولت، فالباور والاي دايركت مع بعض، يبقى الريشيو بتاع الباور هو ريشيو بتاع الاي، وريشيو الاي عكس ريشيو الار، ريشيو الاي عكس ريشيو الار لانهم عكس بعض دايما، اهو الاي والار دايما عكس بعض. خلاص
يبقى الفاينل انسرز عشان انت ما توش مني كده. جبنا مع بعض ان الريشيو هنا ب 16، هنا 1 على 16، هنا 1 على 16. تعالى نيجي بقى لاخر سؤال. Find the maximum number of lamps. The power of each is 50 watt. So we can use in parallel طبعا electric source ب 220 والفيوز بيستهلك او سوري الماكسيمم اللي يتحمله 5 امبير. الفيوز ده يا جماعه سلك كده رفيع بيتحمل كارنت معين. لو الكارنت زاد عن القيمه اللي هو يقدر يتحملها الكارنت السلك ده بيتحرق فبيوبن السويتش فممكن يحمينا من الماس مثلا من الماس الكهربائي والكلام ده او حريقه والكلام ده. فلو الكارنت زاد فجاه السلك يسيح فالكهرباء ايه تتقطع عن البيت بيستخدموه في الحمايه يعني. طيب انا عايز الماكسيمم نمبر اوف لامبس. هو ماكسيمم نمبر انا عايز الان. الان ما ظهرتش معايا غير في قانون واحد الار اكويفالنت ايكوال ار على ان بس. تشمعنى مستر رحت للبارلل؟ ما هو قال لك انا عايزهم بارلل فاكيد مش هفكر في بتاع السيريس اللي هو ار في ان. لا ار على ان ان هو قال لك انا عايزهم بارلل. طيب ماشي اجيب الار اكويفالنت ازاي؟ الار اكويفالنت في على اي، في على اي 220 على 5 يبقى الار اكويفالنت 220 على 5. 220 على 5 يعني 44. يعني الار اكويفالنت دي ب 44. طب هو عددهم كام؟ ما اعرفش، عايز اعرف الواحده منهم بكام؟ ما نعرفش. طيب انا اعرف ايه دلوقتي؟ انا اعرف ان الواحده منهم بتاخد 50 واط، بتحرق 50 واط، والفولت اللي عليها 220. يبقى انا ممكن اقول ان الباور ايكوال في سكوير على ار. الباور بتاع اللمبه الواحده 50 واط والفولت اللي على اللمبه يا مستر. لا بس ده فولت السورس يا مستر. ايوه هم كلهم متوصلين بارلل فكل لمبه منهم عليها 220. خلاص يبقى 220 سكوير ديفايدد الار. اجيب بقى قيمه الار حاول ده ديفايدد ده او شيفت سولف على الكالكوليتور برده عادي هتيجي معاك. يبقى 220 سكوير ديفايدد 5 هيطلع قيمه الواحده سوري دي 50 هيطلع قيمة الواحدة بكام؟ قيمة الـ R 968 اوم. 968 اوم. يبقى قيمة الواحدة منهم 968. كلهم بـ 44. ازاي؟ ما احنا موصلين بارل والبارل بيصغر مش بيكبر، فطبيعي انك تلاقي دي أصغر بكتير من دي. تعرف طبعًا دلوقتي تجيب الـ N. الـ N 968 divided 44 يبقى أقصى عدد اللمض هو كام؟ 22. يبقى أنا أول حاجة كنت عايز الـ N. مفيش غير القانون ده عندي. انا عشان يجيب الان محتاج قيمه الار الواحده ومحتاج الار اكويفالنت. الار اكويفالنت جبتها منين؟ التوتال فولت على التوتال كارنت 220 على 5 طلع الاكويفالنت ب 44. ناقصك ايه؟ قيمه الواحده منهم. معكش غير جيفن اخير ان الواحده منهم ايتش الباور بتاع ايتش لامب ب 50 واط. خلاص يبقى الباور ايكوال في سكوير على ار لان مفيش قانون تاني غيره بيربط لي ما بين الفولت وما بين الايه؟ الباور. يا مستر بس في باور ايكوال اي سكوير في ار. ما هو يا حبيبي ده الاي ده لو اخدت ده الكرنت التوتال. ما ينفعش انا عايز الكرنت بتاع كل لمبه. طب انا اصلا ما اعرفش مكان واحده فاذا مش هينفع تشتغل بده دلوقتي. مش هينفع خالص. لازم تشتغل بالفي سكوير على الار لانك متاكد ان فولت السورس ثابت عليهم كلهم وبالفي سكوير على الار جبت قيمه الار 968 وارجع اعوض اجيب قيمه الان اللي هي 22.